انا شفت لعيبه كبيره وكتيره سواء في نادي الزمالك زي كابتن اشرف الحسن، كابتن ماجد مصطفى، كابتن حمدي الصافي، ايمن رشدي، هاني، ميدو، عايدي، مش عايز انسى حد من الرجاله كلها الكبيره المحترمه دي. ما شفتش ناس يعني بتتكلم على عبد الله احمد صلاح بالشكل ده. احنا عندنا 30 سنه واحمد صلاح الناس كبار، 35 سنه كبار، دلوقتي هو 39 سنه و40 سنه كبار. طب انتوا عايزين يا جماعه يعني انت فاهم قصدي؟ فاحنا ما يعني انا والله مش بلتفت للكلام دوت على قد الكلام. يعني الواحد بيشوف بره يعني الناس اللي بتحقق بطولات لمنتخباتها وانديتها والناس دي بتاخد تقدير، بتاخد تقدير يعني حاجه محترمه. يعني الحمد لله رب العالمين انا عملت موسمين في ايطاليا، الناس الحمد لله رب العالمين تيشيرت موجود في متحف من متاحف ايطاليا هناك في نادي سيسلي تيرفيزو. الناس بتقدرك، الناس بتشوفك في ايطاليا يعني كسبان دوري وكاس. يعني دوري كاس في ايطاليا ده عامل زي كاس العالم وكانك واخد ميداليه اولمبيه. دوري ايطاليا حاجه صعبه جدا، يعني صاحب النفس الطويل واللي عنده فرقه محترمه ومدرب محترم واداره محترمه هو اللي بيكسب. الموضوع مش سهل. بتشوف الناس بتقابلك ازاي، بتقدرك ازاي. في تركيا نفس القصه، سواء انا سواء احمد. فالناس هنا يعني الموضوع يعني بغض النظر زي يعني هم حرين طبعا في كلامهم هم عايزين يقولوه، واللي عايز يقول حاجه يقولها. بس يعني اللعيبه عندنا زي ما تقول ايه يعني عواجيز. طب ما عواجيز بيكسبوا، عواجيز لحد دلوقتي بيكسبوكوا يعني فاهم قصدي؟ فانتوا في ايه؟ بس فهم اللعيبه يعني من حبهم فينا انا واحمد فهم اللي يعني بيحبوا يعني يلعبوا شويه مع الجماهير كده. فساعتها بقى العواجيز وهم وقعدوا يهيصوا ويضحكوا، بس خدنا الموضوع بهزار والحمد لله رب العالمين.